بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا بحضرموت منذ سيطرة تنظيم القاعدة عليها، عاود مركز الإصدار الآلي بمصلحة الهجرة والجوازات أعماله من جديد بدعم السلطات ودول التحالف العربي بعد رفضه بتجهيزات فنية وتقنية حديثة ليقدم خدماته للمواطنين. توفير الجهاز الرئيسي للبيانات والوثائق مع منظومة اتصالات مطورة سهل كثيرا على العاملين بأقسام المركز في عملية استخراج الجواز التي تخضع لعملية تدقيق وتحري من قبل الأجهزة الأمنية لضمان سلامة الوثائق قبل صدورها. عبر الجهاز الرئيسي نقوم بإرسال المعاملات تصحيحها وتدقيقها ومقارنتها بالوثائق الصحيحة السليمة الموجودة بيد المواطن، نقوم بإرسالها عبر الأقمار الصناعية عبر الجهاز الرئيسي إلى المركز الرئيسي اللي يعتبر في جدة حاليا. تقريبا 200 جواز يوميا تمشي بشكل سلس ومرن وما في تأخير، أهم شيء صحة البيانات اللي يقدمها المواطن. إقبال كبير للمواطنين الراغبين في استخراج جوازات سفرهم اكتظت بهم صالات الانتظار، حيث يقوم كل مواطن بمتابعة جوازه بطريقة ذاتية. تم افتتاح الجوازات بعد معاناة شديدة طالت عامين، وكنا ننتقل لمحافظات بعيدة لأجل الجوازات للمرضى وللطلاب وكل المواطنين، والآن تم بحمد الله افتتاح الجوازات وإخراجها في خلال فترة قصيرة جدا. يشكل افتتاح هذا المركز الحيوي خطوة مهمة في تخفيف مشقة استخراج جواز السفر عند كثير من المواطنين، بعد أن باتت عملية الاستخراج الحالية تتم بطرق بالغة السهولة وبمتناول الجميع. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية، المكلا.